اذا اللي نتمناه هو انه التوفيق وما عمرك ما بيسي الطالب هالشيء علاش قلتها هذا مولش حينا هو جوج عاد فينا هو الروان عبد الرزاق الى لا دوزنا الحبس ما هبسناش ما ترسات شي حاجه فينا هنا كونتيني وكلها وصافي اللي بغا في القرايه في المستوى في كل شيء كتكون صادق مع راسك وقادر كتنسى يعني هذه التجربه هذه كتاخذ منها التجربه اللي تزيدني على قدام ماشي كترجع للور انا ما فيش حي بدا وعاد الاف لا ما فيش هذا غير في المغرب هذا جالس معاك الان دابا فهاد الجلسه الروان 11 عام 12 عام انا 5 سنين الى اخره بوطو سنه ماشي اللي دوزت 20 عام ولا 25 عام صافي جولاش جولاش با كونتيني ديبلوم اخر هما اللي تخرج شي جوج عيال ميرسي بوكو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.